البنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض فيديو غسيل الفراخ. طبعا انتوا كلكم زي الفل وبتغسلوا الحاجات زي الفل، بس في كذا تكه يمكن مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا. في تكايه انتوا ما تعرفوهاش عندي انا في مطبخ ميرفت، دي هتشيل الزفاره تماما من الفراخ، هتخلي الفراخ مش زفره خالص، بيضه وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. حلوه قوي يا بنات، تكه جميله هتعجبكم صراحه، هتطلع الزفاره من الفراخ نهائي. يا ريت يا بنات نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. يلا شرفوني ونشوف الفيديو ونشوف التكة دي ايه ونشوف هنعمل ايه بالظبط. يلا بينا على الفيديو ونبدأ ونقول بسم الله. لايك كتير يا بنات للفيديو عشان يكبر يوصل لاكبر عدد يستفاد منه. شايفين الفراخ وبيضها، شايفين جمال الفراخ، بيضة ونضيفة وزي الفل، ولا فيها زفارة ولا فيها اي حاجة ولا مزلقة ولا اي كلام ده كله ولا ريش ولا كلام ده كله. يلا بينا على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا اتكل على الله. انا الفراخ عشان اتسرع للوقت الفيديو تمام، انا قطعتها التقطيع اللي انتوا حابينه، قطعت الفرخه على خمسة وغسلتها كويس جدا، بس لسه ما نقعتهاش تمام. شلت الحاجات اللي هي في الوراك اللي هنا تمام كده، وشلت برضو الحاجه اللي بتبقى من هنا ديت، شلتها نظفتها كده تمام. الكتاف بتاعت الفراخ بقى في الجناح، بقى في الباقي بتاع الجناح ده انا شلته وشلت الريش بتاعها تمام كده. تاخدوا بالكم كويس جدا، قطعتها على خمسة. التقطيع يا بنات زي ما تحبوا، انا عندي ابني مش بيحب الحاجة اللي فيها العظم فانا بقطع له الحتة دي دايما تمام. وادي كده قطعتها على خمسة. هعمل ايه دلوقتي؟ قصة انا قطعتها وغسلتها مرتين ثلاثة تحت الحنفية، عايزين بقى ننقعها عشان تطلع الزفارة اللي فيها. هنعمل ايه؟ هبتدي كده، هجيب طبق معايا زي كده هنزل فيه، خليكم معايا هنزل بيه بميه. بسم الله كويس قوي كده تمام تمام. هجيب بقى تمام، خليكم معايا هنزل معلقتين ملح كبار هرم، هدي واحدة بسم الله ودي تانية تمام كده. هنزل معاهم بمعلقة من السكر. هتقولي ايه ده سكر الفراخ بتحط لها سكر؟ اه بحط لها سكر، السكر ده اكتر حاجة بتشيل الزفارة بتاعت الفراخ، هو السكر يا بنات اكتر حاجة بتشيل زفارة الفراخ وبتخلي كمان الفراخ تستوي بسرعة تمام. خلي لحم الفراخ ده ما ياخدش سوا على البوتاجاز خالص تمام كده تمام. هعمل ايه كمان؟ بصوا ليمونه تمام كده، هعصرها اهو، هنزل بس الميه بتاعتها كويس جدا كده وهحطها في الميه القش بتاعها، وهعصر برضو النص التاني ليمونه كامله. لو ليمونه صغيره ممكن نحط ليمونتين صغيرين، لكن دي ليمونه كبيره تمام اهي تمام كده، بس البذره بتاعتها تمام كده. طيب هعمل ايه كمان يا بنات؟ هنزل بنص كوبايه من الخل، خل الابيض يا بنات مش خل التفاح، خل الابيض بتاع الاكل بتاعنا العادي. هنزل تمام كده ربع كوبايه خل، وهقلب كويس جدا كل ده مع بعضيه اهو لغايه ما يدوب معايا الملح والسكر والليمون وكل حاجه تدوب معايا تمام كده. تمام كده هحاول اطلع كل حاجه في الليمون والعصاره بتاعتها كل حاجه. هنزل بقى ايه بالفراخ بتاعتي. بسم الله كده الفراخ ادوبها تحت الجلد، برضو هعمل الجلد كده تمام عشان كل حاجه فيها تطلع. بسم الله برضو هنا كده انا منضفاها زي ما قلت لكم، منضفاها كمان لو فيها ريشه ولا حاجه برضو نضفتها منها تمام. بسم الله اهو كده احاول. بصوا يا بنات الجلد ده بيبقى فيه بصوا مزلقه، شايفين مش عارفه الكاميرا جايبها لكم ولا، شايفين الحاجات دي المزلقه دي؟ انا عايزه اعمل كده عشان ادخل الميه بتاعتي الخلطه تحت الجلد بتاع الفراخ، الحته الميه ما بتوصل لهوش برضو هكذا اهو كده تمام. بصوا كده اهو تمام كده اهو كده كل ده كده اهو تمام. وهرجعها تاني
تمام. انا كده بصوا عملت كله، هسيب الفراخ بتاعتي منقوعه من نص ساعه لساعه، تمام. لو انتم مستعجلين عليها يبقى نص ساعه كفايه، لو مش مستعجلين عليها وهتعملوا حاجه تانيه يعني وسيبوها شويه يبقى هسيبها ساعه منقوعه. في الكلام ده كله هرجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه، خليكم معايا لاخر الفيديو. تاني يا بنات بعد ما الفراخ اتنقعت بالمنظر ده، بصوا عشان انا غسلها كذا مره، بصوا ميتها بيضه ازاي، بصوا عامله ازاي. عايزه اوريكم بقى الحاجات اللي كانت مزلقه، تمام. بصوا مفيش مزلقه خالص، الفراخ بيضه زي الفل. انا سبتها نص ساعه عشان وقت عشان بصور الفيديو، انتوا لو حابين تسيبوها اكتر كده تمام مفيش اي مشاكل. عايزه اوريكم بس تحت الوراك، بصوا صدقوني مفيش مزلقه خالص، شايفين مفيش اي مزلقه خالص. معلقه السكر على فكره حلوه قوي 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 لزفاره الفراخ، حلوه قوي بتشيل الزفاره تماما، تمام. بصوا مفيش اي حاجه خالص اهو زي الفل. طيب انا هطلع الكلام ده كله، هجيب مصفه، معلش اسكت انا مش شغاله على الحوض عشان انا الحامل مش هيوصل عندي للحوض، تمام كده. فانا هركن كده في مصفه زي ما انتم شايفين عشان انزل كل الميه اللي فيها، وانا بقى ما اطلع بالليمونه، تمام كده بالليمونه كده برضو، تمام. وهطلع كده تحت الجلد كده، اهم حاجه نلعب كده اهو. بصوا الحاجات دي كلها يا بنات كده، ونشطف ونطلع نصفي الميه بتاعتها دي نهائي، شايفين. بصوا كده واشطف اهي كذا برضو الورك من جوه هتخلص من الميه دي، وهجيب ميه نظيفه هرجع لكم تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني يا بنات، بصوا صفت شايفين، لازم نحط على مصفى عشان بص الميه نازله عامله ازاي، شايفين ميه، تمام. لازم على مصفى ما تحطوهاش في طبق، لو حطوها في طبق الزفاره بتاعتها دي هترجع تاني، يبقى مصفى عشان تنزل كل الزفاره اللي فيها. خليكم معايا ارجع لكم تاني. شطفت برضو المصفى بتاعتي، تمام، طبق شطفتهم كويس، تمام. هنزل بيها، هنزل عليها بميه تاني، بصوا ميه زي الفل، شايفين. شايفين هجيب بس ميه تاني، كمل ميه وهيكي تاني، تمام كده اهي، تمام. بصوا ميتها زي الفل ازاي، طبعا عشان احنا غسلناها تلات اربع مرات، تمام. نزلت الزفارة ونزلت الدم ونزلت كل حاجة فيها مش كويسة، والحاجات اللي مزلقة كله نزلته، تمام. هغسل بقى واحد واحد كده كويس قوي، هشطف بقى كده اخر شطفة دي، تمام. انا غسلتها برضو مرتين تاني، بسم الله، تمام. اي حاجة، تمام كده زي الفل ازاي. وهركن في المصفى بتاعتي، خدش معنا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، وحاجة سهلة وبسيطة، وحاجة نظيفة تاكليها في بيتك نظيفة، وحاجة عارفة اتغسلت ازاي والزفرة بتاعتها اهي. اهم حاجة يا بنات قصة النقع، تمام. لازم تتنقع اقل حاجة نص ساعة، اقل حاجة. هتخلص بقى من الميه دي، تمام، وارجع اشوفها شطفتين تاني على الحوض وارجع لكم تاني. انا غسلتها يا بنات، شطفتها على الحوض مرتين كمان، تمام كده لغايه ما بقيت بالمنظر ده. انا بقى لو حابه احطها في الفريزر او في الديفريزر هحطها طبق من الفل، تمام، وهغلفها بالستريتش واحط حاجتي نظيفه في الفريزر، مش هحط الحاجه بتاعتي وبعدين اطلعها استعملها، لا هحط الحاجه بتاعتي نظيفه واجي احب استعملها اطلعها على طول، تغلي الميه تفك الفراخ اروح سقطها في الميه كده، حاجه سهله وبسيطه. انا بشتغل، انا جاي من بره، انا جيت لضيوف، ايا كان يا بنات اي حاجه، يبقى انا حاجتي نظيفه في الثلاجه في الفريزر شايلها نظيفه، بس احط معاها ليمونه بالمنظر ده كده، تمام، هتبقى معايا الحاجه زي الفل، تمام كده. ما خدش معانا وقت ولا مجهود، سهله وبسيطه، وحاجه انت عارفه اصلها ازاي. يا رب يا بنات يكون الفيديو خفيف عليكم،
يا رب اكون وصلت لكم معلومه تستفادوا منها. مطبخ ميرفت معاكم، يا ريت لاول مره اشوف الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. لايك يا بنات كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل اكبر عدد يستفاد منه. النهارده كان معانا طريقه غسيل الفراخ البيضه، حاجه سهله وحاجه بسيطه ومخليش معانا وقت ولا مجهود. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. هقول لكم السلام عليكم.